الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وبه نستعين ومنه طلب السداد والتوفيق والنجاح. أيها المتابعون أيها المستمعون الكرام، من هنا من على أرضية هذا الميدان، ميدان الملك عبد العزيز لسباقات الهجن العربية الأصيلة، أحييكم بأجمل وأطيب التحايا. فسلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته، وأسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بالخير والمسرات. نجدد بكم التحايا والترحيب في هذا اليوم، يوم الاثنين، اليوم الموافق 18 من شهر مارس لعام 2019 للميلاد، الذي نشهد به تحديات وانطلاقات سن الكبار، سن الإبداع والإبهار، ضمن تحديات وانطلاقات هذا المهرجان، مهرجان المؤسس طيب الله ثراه الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود. على بركة الله أعلنت بداية وانطلاقة هذا الشوط، شوطنا الخامس والذي خصص لفئة الإبكار، ومع تحديات سن الثنايا نذهب إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول وإلى القيادة والصدارة. هذه بشعار حمد بن راشد بن حمد بن غدير، من يقدم لنا هذا الشعار ويقدم لنا الشرية مع المركز الأول ومع البداية. المركز الثاني القادمة مع ثاني المراكز، هذه اللي وصلت جبارة، حمد بن فايل بن حمد المزروعي، والمركز الثالث يتقدم في هذه اللحظات وينطلق هذا الشعار الذي بدأ بالوصول مع ثالث المراكز وثالث التحديات. هنا القادمة بشعار الصعب، محمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي، وأيضا القدوم والوصول في هذه اللحظات من قبل هذا الشعار. وصلت غند سعيد بن حمد بن مصلح الأحبابي مع المركز الخامس. المركز السادس القادمة بكل قوة مع سادس المراكز الضبي، خالد بن حمد بن راشد بن عبد الله النعيمي. المركز السابع القادمة في هذه اللحظات هنا والمتقدمة بشعار الخيل، من ينضم للمعركة ويقدم لنا فطنة مع المركز السابع، مبارك بن أحمد بن مطر بن مايد الخيلي. المركز الثامن أتابع الانطلاق وأتابع الوصول والقدوم من قبل هذا الشعار، هذه اللي وصلت وتقدمت، هذه من تحت المركز الثامن الذهيبة سالم بن عبد الهادي بن صالح المري. وتاسع المراكز أتابع الوصول والقدوم والانطلاق في هذه اللحظات من قبل هذا الشعار وهذا الوصول مع سادس أو تاسع المراكز، أتابع الانطلاق. هذه غنايد بشعار موسى بن عبد العزيز الموسى. المركز العاشر يصل في هذه اللحظات وينضم للمعركة مع عاشر المراكز، هنا القادمة بكل قوة، هذه الوارية مبارك بن محمد بن نصرة العامري. ولكن نعود إلى بداية الشوط، نعود إلى الصدارة وإلى القيادة، إلى المركز الأول وإلى البداية، إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول، إلى صدارة هذا الشوط. من تتقدم وتنطلق مع البداية جبارة، حمد بن فايل بن حمد المزروعي، من يقدم جبارة وانطلاق جبارة مع المركز الأول ومع صدارة هذا الشوط. المركز الثاني وصلت الشرية لحمد بن راشد بن حمد بن غدير الاكتبي، من يقدم الشرية وانطلاقها مع ثاني المراكز. المركز الثالث القادمة في هذه اللحظات وصايف، محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاكتبي يحتل المركز الثالث من خلال هذا التقدم واندفاعة وصايف مع ثالث المراكز، رابع المراكز ورابع التحديات. القادمة بكل قوة الذهيبة، الذهيبة سالم بن عبد الهادي بن صالح الأملح المري مع المركز الرابع وخامس المراكز، اللي وصلت الظبي لخالد بن حمد بن راشد بن عبد الله النعيمي، من يقدم الظبي مع خامس المراكز وخامس التحديات والشعارات المتقدمة مع المعركة الأمامية. أعود إلى بداية الشوط وإلى المقدمة، إلى من تتقدم وتقود المسيرة جبارة،
حمد بن فايل بن حمد المزروعي يقدم جبارة مع البداية ويقدم هذا الشعار مع المركز الأول ومع البداية المركز الثاني. وصلت في هذه اللحظات وتقدمت وصايف محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاكتبي من يقدم وصايف مع ثاني المراكز. المركز الثالث اللي تقدمت غند سعيد بن حمد بن مصلح الأحبابي مع ثالث المراكز. المركز الرابع تتقدم في هذه اللحظات الشرية حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاكتبي وأيضا القادمة بشعار الصعب من تصل وتتقدم في هذه اللحظات وأيضا الوصول والقدوم من قبل شعار المري مع هذا الاندفاع واندفاع الذهيبة سالم بن عبد الهادي بن صالح لملح المري من يحتل المركز الخامس. إذا متابعينا الكرام النداء للمراكز الخمس المتقدمة المراكز الأهم والأبرز والأخطر في هذا الشوط أتممناه على مسامعكم ولكن نعود إلى بداية الشوط إلى المركز الأول إلى الصدارة إلى شعار المزروعي شعار بن فايل من يتقدم مع البداية من خلال تقدم جبارة حمد بن فايل بن حمد المزروعي مع بداية الشوط مع الصدارة. المركز الثاني وصايف محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاكتبي يتقدم مع ثاني المراكز وثاني التحديات القادمة مع المركز الثالث. هذه اللي وصلت مع المركز الثالث هذه غند سعيد بن حمد بن مصلح الأحبابي مع ثالث المراكز. المركز الرابع الشرية حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاكتبي من يقدم لنا هذا الشعار وهذا الاندفاع. المركز الخامس وصلت في هذه اللحظات الذهيبة سالم بن عبد الهادي بن صالح الأملح المري مع المركز الخامس. وسادس المراكز الضبي خالد بن حمد بن راشد بن عبد الله النعيمي مع المركز السادس. وسابع المراكز وصلت في هذه اللحظات وتقدمت فطنة المبارك بن أحمد بن مطر بن ماجد الخيلي هو المتقدم في هذه اللحظات. وأيضا نتابع الوصول والقدوم من قبل هذا الشعار الشاهينية مطر بن حمد بن مطر بن عميرة الشامسي. وأيضا وصلت في هذه اللحظات وصلت غنادير لموسى بن عبد العزيز بن موسى من يتقدم في هذه اللحظات. وأيضا الوصول من الشهامة عاطف بن عطية بن حسن القرشي هو المتقدم في هذه اللحظات. ولكن العودة إلى بداية الشوط إلى المركز الأول وإلى القيادة والصدارة إلى التغيرات التي حصلت على البداية من جاوزت من جديد واحتلت المركز الأول الشرية مع البداية الشرية مع الصدارة ومع المركز الأول. يا سلام تتقدم بشعار الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاكتبي مع بداية هذا الشوط ومع المركز الأول. يا سلام المركز الثاني أتابع الوصول والقدوم في هذه اللحظات ومع هذا الاندفاع مع ثاني المراكز اللي تحتل المركز الثاني وصايف محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاكتبي. وثالث المراكز هذه غند لسعيد بن حمد بن مصلح الأحبابي من يحتل المركز الثالث. المركز الرابع القادمة في هذه اللحظات والمتقدمة بشعارك يا المري قادم مع ثالث أو مع رابع المراكز يقدم لنا اندفاعة الذهيبة مع المركز الرابع سالم بن عبد الهادي بن صالح الأملح المري. المركز الخامس هذه جبارة مع خامس المراكز حمد بن فايل بن حمد المزروعي مع المركز الخامس. ولكن العودة إلى البداية العودة إلى الصدارة إلى المقدمة إلى شعار بن غدير من يقود المسيرة ويقدم لنا الشرية مع البداية ومع صدارة هذا الشوط. يا سلام تتقدم مع صدارة الشوط مع المركز الأول مع الصدارة مع الاندفاع الأول. يا سلام الشرية الشرية مع صدارة هذا الشوط. المركز الثاني القدوم والوصول في هذه اللحظات من قبل غند سعيد بن حمد بن مصلح
احبابي مع ثاني المراكز ومع ثاني التحديات. المركز الثالث الذهيبه سالم بن عبد الهادي بن صالح المري، رابع المراكز وصايف محمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي، خامس المراكز جباره بشعارك يا بن فايل، من يقدم جباره حمد بن فايل بن حمد المزروعي. ولكن اعود الى بدايه الشوط والى المركز الاول، الى البدايه، الى الصداره، الى الشريه مع البدايه، الشريه مع الصداره منطلقه ومندفعه مع صداره هذا الشوط. تتقدم بشعار هجن مرغم هي المتقدمه مع صداره هذا الشوط بحثا عن الانتصار الثمين والفوز المرتقب. ولكن غند مع ثاني المراكز سعيد بن حمد بن مصلح الاحبابي يقدم غند ما شاء الله تبارك الله على هذا الاداء الرائع والاكثر من رائع. تجاوزت وانطلقت إلى البداية إلى المركز الأول إلى الصدارة. غند 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 غند، ولكن الشرية عادت من جديد، وأيضا القادمة ذهيبة ووصايف وجبارة وشعار بالنصرة يقتحم الصفوف. ولكن نعود إلى البداية إلى شعار الأحبابي. غند ما شاء الله تبارك الله على هذا الانطلاق وعلى هذا الاندفاع. المركز الثاني الشرية خطيرة قادمة مع المركز الثاني. 500 متر الأخيرة، اللحظات المثيرة لمن النوماس، لمن الفوز. غند غند سعيد بن حمد بن مصلح الأحبابي الأحبابي الأحبابي، ولكن الشرية حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاكتبي. اللحظات المثيرة، اللحظات الحاسمة. غند غند غند، ولكن الشرية وغند غند والشرية، الأمتار الأخيرة، اللحظات الأخيرة. ولكن الشرية غيرت مع الأمتار الأخيرة. حمد بن راشد بن حمد بن غدير، لمن الفوز، لمن الانتصار، لمن النوماس. بالفعل النوماس من نصيبك الواثق. تهانينا لحمد بن راشد بن غدير الاكتبي على فوز الشرية بالمركز الأول. المركز الثاني غند بشعار سعيد بن حمد بن مصلح الأحبابي. المركز الثالث وصلت الذهيبة سالم بن عبد الهادي المري. المركز الرابع وصايف محمد بن سلطان بن مرخان. المركز الخامس وصلت جبارة حمد بن فايل بن حمد المزروعي. نعود بالتهاني والتبريكات لحمد بن راشد بن غدير الاكتبي على فوز الشرية بالمركز الأول مع الأمتار الأخيرة. تهانينا والف مبروك لك يا الواثق على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار المستحق من خلال تقدم الشرية مع الأمتار الأخيرة. تهانينا لحمد بن راشد بن غدير الاكتبي على فوز الشرية بالمركز الأول. والتوقيت الزمني، توقيت الشرية صاحبة المركز الأول في هذا الشوط، اثنى عشر دقيقة 54 ثانية، 7 أجزاء من الثانية. المركز الثاني غند لسعيد بن حمد بن مصلح الأحبابي مع المركز الثاني. والتوقيت الزمني، توقيت غند صاحبة المركز الثاني. اثنى عشر دقيقة 54 ثانية، 9 أجزاء من الثانية. هذا توقيت صاحبة المركز الثاني. تهانينا لمالك غند المركز الثالث. حل ثالثا الذهيبة لسالم بن عبد الهادي بن صالح الأملح المري. 12 دقيقة 57 ثانية، 4 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس.